سام بنت مكسيكية كانت مع صاحبتها في الغابة، بس فجأة وحش هجم عليهم وقتل صاحبتها، والكاميرا مصورة الوحش. ولما تقوم تحاول تهرب تلاقي الوحش في ظهرها وصرخت، ومحدش موجود في الغابة غير الحارس أنيتا، بس ما تهتمش بالصوت ومستعدة لافتتاح معسكرها في غابة ميري ميكر الأمريكية، وفيه كاتب اسمه رولاند. كتب كتاب رعب ناجح جدا واتباع في كل حتة عن بنتين اتقتلوا عن طريق دب في غابة ميري ميكر، والقصة حقيقية. وبيحاول رونالد يكتب قصة تانية افضل، بس مش قادر لانه بيلوم نفسه على خيانة مراته اللي مخلفة له بنت وحامل في تانية. حاول كذا مرة يعترف لها بس ما بيقدرش، وعيلته وصلوا للبيت وهو مستعد انه يمشي للشغل، وعيلته سعيدة بس هو مش قادر يحس بالسعادة. حتى مراته لابسة قناع مميز هو صنعه بنفسه تقديرا لحبها ليه، وهي مش عارفة حقيقته، ويسيبها ويمشي. وراح للشغل اللي فيه المساعد بتاعه واسمها كايرا، بتروج له للاقناع بتاعته في الهالوين، وميزة الاقناع انها بتخفي هوية الناس وبتعيشهم لفترة الحاجة اللي كانوا نفسهم يعملوها بس خايفين. وكايرا دي هي الست اللي رونالد بيخون مراته معاها، وانيتا في الغابة بتراقب، والاجواء لحد دلوقتي هادية وجميلة، ومعاها اختها بينالوب بتساعدها في حراسة الغابة زي ما امهم ما وصتهم قبل موتها بالسرطان. وفيه شاب اسمه ستيفن بيتسلل للغابة قبل افتتاحها لانه مؤمن بوجود وحش البيك فود جوه وعايز يلاقي اثاره، وفجأة يلاقوا البنت المكسيكية سام قدامهم مصابة، ومرات رونالد بتكتب وبتألف زيه كمان، وبتكتب عن الخيانة وتسلم لجوزها رسالة جات له من شخص مجهول بيقول انه شاف وحش البيك فوت الاسطوري في غابة ميري ميكر اللي هو كتب عنها بخصوص الدب اللي قتل بنتين هناك، وتحمس رولاند يروح هناك. يمكن يكون ده الجزء الثاني من تأليف كتابه الجديد، بس مراته رفضت لانها شايفة ان الكلام ده مش صحيح. راحت بينالوب تقول لاختها بخصوص البنت المكسيكيه وهتروح تعالجها، وما لقتش معاها غير كاميرا وبس. وفرح جدا ستيفن لانه اكيد البيك فوت هو اللي هجم على سام، ويصور مع انيتا وهي بتقول الناس خايفه من الغابه بسبب حادثه الدب والبنتين زمان، وكتاب رولاند اللي خلى الناس تخاف اكتر، بس الغابه دلوقتي امنه تحت حراستها. وسام عماله بتقول فيه وحش غريب هنا هو اللي هجم عليها، مستحيل يكون دب والوحش شكله قديم هنا، هل البنتين اللي ماتوا زمان ماتوا على ايده؟ وبينالوب خافت اكتر وتقول لسام انها تكون كويسة، وهي اكيد كانت بتهلوس ولا حاجة، واكيد مفيش وحش في الغابة. والليل حل عليهم، وتقول انيتا لستيفن ان عندها اخ هرب منهم زمان واسمه واين، وكمان ابوها برول سابهم بعد وفاة الام، ودته للبوابة وتطلب منه يمشي، بس قرر يدخل تاني بعد ما مشيت هي يستكشف اكتر، وسمع صوت غريب وفجأة الوحش هجم عليه وما تبقاش من ستيفن غير حذائه. ورولاند عمال بيفكر في الرسالة الغريبة اللي جات له من مجهول بخصوص الوحش، ومراته هتقرب تولد وده منع انه يسيبها لوحدها ويروح يستكشف هناك، بس قرر يعمل مغامرة وهيروح. والصبح تلاقي مراته كريستين رسالة منه ليها بيعتذر لها انه كسر كلامها وراح للغابة، بس يوعدها يرجع بسرعة، وهو منطلق لهناك عشان يكتب جزء جديد من كتابه، وقنع مراته معاه. وانيتا بتشوف تسجيلات كاميرا سام تلاقي ان صاحبتها كانت بتصور ورها فعلا، وفجأة لقوا كوخ قديم وفيه كائن غريب فعلا شكله بشري مغطى بالشعر، ومش عارفة انيتا هو ده بجد ولا لأ. والصبح لقوا حذاء ستيفن وعليه دم، وكده التوتر زاد اكتر، وبتكون بينالوب كلمت ابوها برول انه يجي يساعدهم في افتتاح المعسكر هنا، وده مضايق انيتا جدا لان ابوهم ما بيقدرش يتحمل المسؤولية، بس يقول لهم اي غابة محتاجة صياد وانا موجود. ولما شاف حذاء ستيفن قلق اكتر من الدم اللي عليه، ويوعدهم انه اتغير وهو هنا عشانهم وعشان امانهم. وشبكة التليفون ضعيفة جدا في الغابة، ووصل رولاند المتجر على الطريق يسأل ازاي يروح للغابة بتاعت الميري ميكر، وصاحب المتجر اتعرف عليه ويقول له انا بحب كتابك جدا، بس صدقني ما تروحش الغابة لان هناك مفيش دب، لا ده فيه وحش بيهجم على الناس هناك. وسام عايزة تمشي من الغابة لان الناس هنا مش مصدقاها بخصوص الوحش، وكل ما هم هنا كل ما الوحش هيهجم عليهم ويقولوا لها الصبح هتمشي،
ووصل رولاند لمكان الغابة. مش مصدقة أنيتا نفسها إن الكاتب الناجح جاي يستكشف الغابة، وهو كمان هيكتب لهم في الكتاب وهيسوق لهم كمان، وده لو لقوا آثار للوحش. وبنا لوب معجبة به جدا وكمان بكتابه، ولكن الأب برول متضايق ويقول شكلها تبقى رحلة ناجحة ليك يا رولاند، وهم عمالين بيضحكوا وبيهزروا. وسام مرعوبة مستنية الصبح يحل عشان تمشي، ولقوا فجأة ستيفن مصاب جالهم ويقول لهم الوحش بجد وشدني للغابة وأصابني وهربت منه. بس تقول أنيتا ده بيهزر وبيمثل، وخدوا برول يطلعوا بره الغابة. وراحت أنيتا تدي الكاميرا لسام وتقول لها الصبح هتمشي من هنا، وتكدب عليها وتقول لها أنا ما لقيتش حاجة على الكاميرا وإحنا هندور على صاحبتك وهنلاقيها. ومشيت، وفجأة تسمع سام صوت غريب بره، ولما تخرج تروح تتأكد تلاقي الوحش ظهر وهجم عليها وقتلها. وبرول بيقول لو فيه دب هنا هصطاده زي الدب اللي أنا وأمك اصطادناه زمان يا أنيتا. وهي بتقول له المهم بس نحافظ على حياة الناس هنا. وفي بيت رولاند ومراته بتنظف، لقت رسالة جات له من المساعد بتاعه كايرا، ومن الرسائل والصور اكتشفت انه بيخونها معاها، وكانت دي صدمة ليها. وشكل الكتاب بتاع الخيانة بتاعها هيكون هو بطله. والصبح في الغابة تتصدم بينالوب لما تلاقي البنت المكسيكية سام مختفية، وراح رولاند معاها يدوروا عليها، ما لقوش غير اثار هدومها وبس. والتوتر سيطر على رولاند ويقول معقولة يكون الوحش حقيقي وقتلها، انا جيت هنا عشان اثاره وبس، لكن طالما هو حقيقي فانا لازم امشي. بس تقوله بينالوب لو رحت معايا هنتأكد يمكن نلاقي الاثار، فما بالك لو لقينا الوحش وقدرنا نقبض عليه هنتشهر اكتر، ووافق على كلامها. وبرول بيسن سكينته عشان يصطاد الدب اللي بيهجم على الناس، ومعاه اثر لايد الدب اللي هو ومراته اصطادوه زمان. وراحت انيتا ورولاند مخزن الاسلحه للاستعداد لصيد الوحش، ولقوا ان بينالوب مش موجوده واللاسلك بتاعها واقع، واكيد الوحش خطفها والوضع بقى خطير. وفعلا الوحش خطفها وداها للمخبأ بتاعه ومستني الباقيين. وراح برول يدور في عربية رولاند يمكن يلاقي فيها حاجة تدل ان نيته حلوة ولا وحشة، وما لقاش غير القناع بتاع مراته وخده، وده افضل حاجة يصطاد بها الوحش هنا في الغابة. وهو بيدور في الغابة كتير ما لقاش حاجة، وانيتا ورولاند لقوا الكوخ اللي سام صورته في الفيديو والوحش كان فيه. وفجأة يلاقوا ايد سام مقطوعة وجنبها الكاميرا بتاعتها، ولقوا مخبأ الوحش. ولما راحوا يفتحوه لقوا بينالوب بتجري خايفة، والوحش فجأة هجم على رولاند وضربت انيتا عليه نار وانقذته، ورولاند مصاب ومش مصدق عينه ويقول لهم الوضع خطير جدا انا ماشي من هنا. ولما راح لعربيته لقاها متدمره، ويكتشف انه واقع في فخ انيتا واختها وابوها اللي استدرجوه لهنا عن طريق الرساله المجهوله وقبضوا عليه، وده بسبب انه استغل قصه عيلتهم والدب والبنتين لكسب الاموال على حسابهم، وكمان سوق سمعه الغابه. والاغرب من كده ان الوحش مش بيك فوت، لا ده الابن واين اللي هرب عنهم. وبرول ربطه ويقول برول زمان لما خلفناها كان مختل عقليا وبيهجم على الناس في الغابة ويقتلهم، وامه كانت بتضربه وتعذبه عشان يتوقف، بس فشلت وما كانش عندها خيار غير انها تأمر الاب يرمي الجثث في الغابة ويستخدم مخالب الدب اللي هم اصطادوه ويعلم على الجثث عشان الشرطة تعرف ان هجوم دب مش ابنهم اللي قتلوه. وما قدروش يوقفوا الابن عن الهجوم على البشر، والاختين اول مرة يعرفوا قصة اخوهم الوحش فقرروا يقتلوه عشان ما يقتلش ناس اكتر ويسوق سمعة الغابة. بس الاب قال لو هتخلصوا عليه فانا اللي هقتله بايدي. ولما قتله انيتا اتضايقت من ابوها بسبب الوحش فقتلته هو كمان، وراحت لرولاند وتقول له هناخد كل فلوسك ولو رفضت هنقتلك وهنقتل عيلتك. الكارثة انهم توقعوا يلاقوا فلوس كتيرة بس لقوا قليل جدا، وده بسبب ان رولاند حط معظم فلوسه في العربية اللي هم بوظوها. وهنا تيجي البينالوب فكرة، هي انهم يخلوا رولاند يكتب كتاب جديد عن قصة نجاته من الوحش، وكل فلوس الكتاب هتروح لينا، ولو رفض هنقتله وهنقتل كل عيلته. وفجأة اخوهم الوحش لسه حي وهجم على رولاند وهرب. وراحت انيتا لرولاند وحفرت عليه بمخالب ايد الدب بتاعت ابوهم عشان رولاند يقنع الناس بجد انه نجا من الموت في الغابة، ومشيوا من الغابة لحسن اخوهم الوحش يهجم عليهم. وحدفوا رولاند قدام بيته وشافته مراته وتستغرب من اصاباته الكتيرة وراحت تنقذه، ولما تسأله مين عمل فيك كده خاف يقول لها على انيتا وبينالوب، وقال لها الوحش بيك فوت هو اللي عمل فيه كده وهو بجد وساكن في الغابة.
وده طبعا لحماية مراته وبنته من القتل. وبعد 3 شهور حالة رولاند تحسنت ومراته خلفت، وكمان كتب الكتاب بتاع الوحش وارباحه وبعتها لأنيتا عشان الاتفاق بينهم يتم، وهو وعيلته كده في امان. بس مراته تقوله مبروك، انا خلصت كتاب الخيانة وانت بطله، وسمته الحيوانات بيننا، وده اسم يفكرها بخيانة جوزها، وكمان بيفكره هو بالوحش واين اللي في غابة الميري ميكر. بس كده يا شباب، دي نهاية الملخص، ولمزيد من الافلام هسيب لك روابط لقوائم تشغيل ليهم في الوصف تحت الفيديو.